مرحبا، اسمي شاكر خزعل، كاتب وصحفي فلسطيني كندي. ولدت في لبنان في 1987، يعني عمري 29 سنة. هاجرت من بعد إلى كندا ونقلت لنيويورك. أنا مؤلف ثلاثية اعترافات طفل الحرب، وبكتب في صحيفة الهافينغتون بوست بالنسخة الأمريكية. حاصل على جوائز مثل رجل عام لمجلة أسكواير 2015، العربي الأكثر تأثيراً تحت سن الأربعين لمجلة الأريبيان بيزنس بال 2016. لما تخلق لاجئ فلسطيني أو لاجئ وين ما كان، هو الحلم بيكون أهم شيء عندك، لأن الحياة ما بتعطيك شيء، فالحلم هو الطريقة الوحيدة لأنه يكون عندك أمل لتعيش. فأنا وصغير كان عندي كذا حلم، كان عندي حلم أنه أطلع من المخيم اللي عشت فيه، مش لأني ما بحب المخيم، بالعكس لليوم شرف لإلي أنه ربيت بمخيم للاجئين، بس لأن الظلم مش مقبول، يعني ما حدا بيتقبل الظلم. الوطن العربي اليوم عم بمر بمشاكل عديدة وتحديات وهيك، وهذا مش شيء جديد للوطن العربي، يعني للعالم كله، أي مجتمع بمر بهالأشياء، عم نقرأ عنها، عم نشوفها كل يوم وهيك. بس ضروري نذكر أنه كمان عنا جيل وعنا شعب عم بيتحدى وعم واقف بوجه حروب وعم بيحاول يعيش يوم ليوم، فلازم نسلط الضوء على هالشي، لأن شوية ضوء ضروري اليوم ليضوي هالعتمة اللي عايشين فيها. وأكتر منشور أنا بالنسبة لي قريب وأكتر شيء مؤثر فيي وأثر بكتير عالم، هو مقال كتبته بصحيفة الهافينغتون بوست عن لما رحت على شمال فلسطين عن ترشيحة ودورت على بيت جدي، ولقيت بيت جدي وبسط الأرض اللي جدي مشي عليها قبل ما يرحل بال 48، وزرعت له شجرة زيتون بالأرض تاعه. حسيت إنه هذا البوست عكس شيء كتير ضروري عن حق العودة لأي لاجئ لبلده، بعيداً عن السياسة، بعيداً عن أي مشاكل، شيء إنساني يعني. هلأ في شغلة رح أقولها أول مرة عن أغنيتي المفضلة. من كم شهر كنت عم بكتب وصيتي، يعني الحياة عيش وموت، فطلبت بوصيتي إنه وقت بعد عمر طويل إن شاء الله 99 أو 100، بس وقت ما يجي وقت دفني بدي غنيتين ينلعبوا، بدي غنيتين لعب على أول الدفن، اللي هي غناية لو تعرفوا لإليسا، والغناية الثانية وقت الدفن يعني بآخر الدفن بدي تنلعب غناية American Pie للمغني دون ماكلين. غناية لو تعرفوا لإليسا هي عم بتنادي فيها لأشخاص منشتاق لهم، وأكيد كلنا يعني منشتاق لأشخاص مش موجودين بحياتنا، فهيك بحسها بتعبر عن تجربة مارر فيها. أمنيتي للعام الجديد إنه يعم السلام، أو نقدم خطوة على القليلة تجاه السلام وتجاه حل النزاعات اللي عم بتصير بكذا مجتمع بالعالم. أمنيتي على الصعيد الشخصي الصحة. عندي كتاب جديد اسمه حكاية تالا، إنه ينزل بالتوفيق وبنجاح، وأهلي يكونوا بخير وأصدقائي، ونبلش عن جديد يعني من جديد علاقة حب إنها تنجح وتكون منيحة، يعني كلنا منحب الحب، فإن شاء الله كله بيتم على خير.